السلام عليكم طلاب ان شاء الله بهاي المحاضرة راح ناخذ الـ enhancement type باي بايزنج يعني تحليل الدي DC بمن بالانهانسمنت تايب type MOSFET او يسمونه الـ e mosfet يسموه الـ e mosfet اخذنا احنا بالمحاضرات السابقة تحليل الـ DC بالـ fit وتحليل الدي سي بي الدبليشن تايب موسفيت اللي هو الدي موسفيت هسه راح نجي اليوم ناخذ تحليل الدي سي بي الاي e موسفيت الاي e موسفيت مثل ما عرفتوا هذا الرمز مالته ليش مجزئ لان ماكو شانل بين الدرين والسورس وهنا ليش هاي جيت معزوله لانه اكو ماده عازله اسمها اس اي او بين العازله بين الجيت والشانل فهاي لازم تعرفونها الملاحظتين بالنسبة إلى تحليل الدي سي بالإي موسفيت إحنا أنا قلت لكم الملخص إنه الملخص بالجي فيت وبالدبليشن تايب موسفيت أول ثلاث نقاط ان إنه أنت تريد تحل بالجرافيكال أبروتش الجرافيكال أبروتش اه لازم تطلع ترانسفير كاراسترستيك واللود لاين الترانسفير كاراسترستيك بالجي فيت تحتاج ثلاث نقاط بينما بالدبليشن تايب موسفيت تحتاج أربع نقاط هو هذا الفرق بيناتهم نقطة واحدة فرق النقطة الأخيرة الرابعة هسه اليوم والمعادلة المستخدمة معادلة شوكلي بالنسبة إلى الانهانسمنت تايب موسفيت لا المعادلة راح تختلف معادلة منو الاي دي العلاقة الاي دي بالفي جي اس فالعلاقة راح تختلف فش يقول لك هنا we will buy this device by using different buying scheme لايك فولتج ديفايدر بايز فيدباك الى اخره يعني راح نستخدم عده دوائر مثلا الفيدباك الفيكسد بايز اي دائره تجيك ونس وي بايز ذيس ديفايس وي كان دو دي سي اناليسيس تو جيت الكيو بوينت احنا ليش نسوي الدي سي اناليسيس حتى نحصل على الكيو بوينت تو جيت ذا كيو بوينت هنالك طريقتين الماثماتيكال ابروتش مثل ما عرفتوها الماثماتيكال ابروتش والجرافيكال ابروتش انا بهاي الامثله ايش راح احل لكم راح احل لكم جرافيكال ابروتش من نوصل الى تحليل الدي سي تحليل الاي سي العفو بالانهانسمنت تايب موسفيت راح احتاج اطلع الجي ام فالجي ام شلون اطلعها لازم احلل دي سي فراح هناك راح احلل بالماثماتيكال ابروتش حتى تصير عندكم فكره واضحه للطريقتين فهسه بالنسبه الى الجرافيكال ابروتش الجرافيكال ابروتش بي وي نيد ترانسفير كاركترستيك منين من هاي المعادله انتبهوا عليها بالانهانسمنت انت اول ما تجي اعيدها للمره الثانيه يعني حكيتها بالمحاضرات السابقه انه اول ما اجي الى الدائره اباوع على نوع الديفايس المستخدم هل هو جي فيت ديبليشن تايب او انهانسمنت تايب موسفيت النوب يلا اقرر شلون احلل دي سي فهسه ما دام انهانسمنت تايب موسفيت لازم معادلة خاصه هي الاي دي يساوي الكي في جي اس ناقص في الكل تربيع هاي ال قلتلكم قلت لكم رمزها الثاني نوبات بعض المصادر يستخدموا يستخدمونها في جي اس بين قوسين تي اتش فهي نفسها بعد الجرافيكال ابروش احتاج هسه ترانسفير كاركترستيك واحتاج لود لاين منين من النيت Network يعني من الدائره منين من الدائره من اللوب الأنبوت لوب الأنبوت سيم از جيفيت اند دي موسفيت يعني بالنسبه الى النقطه الثانيه نفس الشيء بس النقطه الاولى راح تختلف اللي هي الترانسفير كارستك وراح اشوف شلون اطلعها هسه توبلوت ترانسفير كارستك الجيفيت وال يحتاج ثلاث نقاط الدي موسفيت يحتاج اربع نقاط هاي يعني اعاده لكم ال هير ان اي موسفيت يعني بهاي محاضرتنا هسه هاي خاصه بالمحاضره او بالمواضيع السابقه انه انت تحتاج ذني حتى تحلل دي سي بالجي وبالدي موسفت بينما بالاي موسفت شو احتاج؟ احتاج اربع نقاط، هاي اول فقره حتى ارسم ترانسفير كارستك هسه انا جاي وبعد المعادله هاي المعادله اللي هي اي دي يساوي لنا الكي في جي اس ناقص في تي الكل تربيع. ال -VT هي يا اما اعطيك اياها في تي يا اما اعطيك اياها في جي اس اوف تي اتش. نفس الشيء. الكي شلون احسبه؟ انا اعطيك بالسؤال الاي دي اون والفي جي اس اون ناقص الفي دي الكل تربيع تطلع كي وتعوض هنا وهسه راح نشوف ان شاء الله بالمحاضره بال آه السلايدات القادمه هسه ايش عندك؟ تو بلوت ترانسفير ثرستك فور اي موسفيت احتاج اربع نقاط اذا النقطه الاولى منين اجيبها؟ الفي جي اس اخليها تساوي تي شلون؟ اختار اخذ الاي دي يساوي صفر ها اذا عندك الفي جي اس تساوي في تي فمعناته الاي دي يساوي صفر هسه انت اذا جبت هنا وخليت الفي جي اس تساوي في تي يعني متساويات هذني فهذا مو راح يطلع صفر في كي صفر اذا الاي دي صفر اذا اول نقطة عندك النقطة الاولى تخليها ببالك مثل الـ يعني التحليل السابق انه اول نقطة عندي منه الفي تي اول نقطة افرضها انه الفي جي اس تساوي الفي تي والاي دي مالتها صفر فصارت عندي اول نقطة النقطة الثانية هسه انا قلت تحتاج اربع نقاط النقطة الاولى طلعت النقطة الثانية انا اعطيك بالسؤال اي دي اون وفي جي اس اون اذا هاي هم تعتبرها نقطة هاي النقطة الثانية اللي ترسم بيها النقطة الثالثة والنقطة الرابعة يراد لها شوية تركيز، يقول لك راندوملي سيلكت فاليو اوف في جي اس، يعني عشوائيا خذ لك قيمة لفي جي اس. هاي هي في جي اس، اختار لها قيمة عشوائية، شلون اختار لها قيمة عشوائية؟ اروح اقول الفي تي ايش قد مطيني بالسؤال؟ لنفرض انه الفي تي خمسة. فلازم الفي جي اس اخذها اكبر من خمسة، بس اصغر منين؟ من الفي جي اس اون، يعني انا اعطيك الفي تي مثلا خمسه والفي جي اس اون سبعه. فمنو القيمة اللي بيناتهن؟ هسه هاي يعني الزبدة مالتها انه فات قيمة بين الفي تي والفي جي اس اون. اش قيت مثلا هاي خمسة وهاي سبعة، اش قد القيمة اللي بيناتهن؟ اه مثلا اخذها ستة. اوكي؟ فهاي طلعت لي أول نقطة. هاي من فرضت من قلت انه افرض انه الفي جي اس تساوي ستة، ترجع علم ترجع لهاي المعادلة تعوض هنا ستة حتى شو تطلع الاي دي وراح تطلع عندك نقطة الثالثة النقطة الثالثة راح تطلع عندك النقطة الرابعة نفس المبدأ بس شنو تاخذ قيمة اكبر من الفي جي اس اون الفي جي اس اون هنا مو سبعة قلنا كمثال سبعة فقيمة هنا بالنقطة الرابعة تاخذها اكبر من سبعة اخذها ثمانية ثمانية الفي جي اس فرضته هنا بالنقطة الرابعة ايش قد؟ 8، تروح ترجع إلمن للمعادلة مالت الاي دي مالت من؟ مالت الاي موسفت. E مو تروح تعوضها بمعادلة شوكلي، لا، بهاي المعادلة لأن يعني الجهاز مالتك المستخدم هو اي e موسفت. فتعوض ال جي اس 6 هنا فرضته 8، تعوضها هنا تطلع قيمة الاي دي فصارت عندك نقطة رابعة. وراح إن شاء الله تصير واضحة بالأمثلة. هسه وي جيت أربع نقاط. قلنا اربع نقاط هاي واحده اثنين ثلاثه اربعه حصلنا على اربع نقاط هسه نجي نرسم بكل بساطه نرسم ال في الترانسفير مالت من؟ مالت الاي e موسفت شلون نرسمها؟ اول نقطه يقول لك اول النقطه الاولى هي في تي وصفر في تي وصفر الفي تي هنا على هذا المحور فهي في تي هنا وصفر بالاي فصارت هاي النقطة صفر شوفوا إذا تلاحظون إنه ليش هاي صارت صفر إذا تتذكرون بالشرح مالت الإي موسفيت إحنا قلنا الإي موسفيت طوروه وصلوه إلى مرحلة منطقية مثل ما يقولون يعني منطقية شلون إنه أنا بعدني ما إذا ما مسلط في جي إس فما يشتغل الديفايس طافي إلى أن أظل أسلط يعني في جي إس إذا ساوي صفر الجهاز طافي أظل أزيد بيها أزيد بيها إلى أن أعبر قيمة الفيتي من اعبر قيمه الفي تي ظل يوصل فاذا هسه انا ما دام الفي جي اس مالتي تساوي الفي تي بعد طاف الجهاز ولذلك صارت هنا الرسم مالته بدايته صفر والنوب بدا يوصل النقطه الثالثه هاي هي الفي جي اس اللي هي لو تلاحظونها هسه هي واضحه من الكارسترستيك احنا مو قلنا الفي جي اس اقل من الفي جي اس اون يعني بين الفي جي اس اون وال والفي تي هاي هاي الفي تي هنا والفي جي اس اون هاي اكبر فهي قيمه بيناتن صارت فاذا صارت قيمه بيناتن اللي هي هاي شوفوا هاي الفي جي اس اون وهاي القيمه اللي فرضتها النقطه الثالثه النقطه الرابعه شو اخذتها وين هي النقطه الرابعه هاي اخذتها اكبر من الفي جي اس اون اذا هاي الفي جي اس اون اخذت قيمه اكبر من عندها اوكي وانه بتوصل بيناتين ان شاء الله ما بيها شيء هسه نجي الى حل مثال اللي هو الفيدباك هذا مثال فيدباك ف بالنسبة إلى هذا المثال شلون تحله؟ طالب من عندك الكيو بوينت. أوكي؟ راح أحله أنا هذا المثال بالنسبة إلى هذا المثال راح أحله بالجرافيكال أبروتش من نوصل إلى تحليل الأي سي بال Enhancement تايب موسفيت اللي هو الإي موسفيت e راح أحله نفس المثال بالضبط بس أحله ماثيماتيكال لأن أحتاج أول مرة هو أكو واحد من المطالب بال بالمثال الموجود بالاي سي احتاج انه اطلع احلل دي سي فراح احلل هذا المثال نفسه بالضبط احلل دي سي واطلع مقدار قيمه الجي ام هو احتاج الجي ام فاطلع الجي ام والفي جي اس والنوب اكمله اي سي فان شاء الله هسه هذا راح احله هنا بالغرافيكال ابروتش فغرافيكال ابروتش شو يحتاج بالغرافيكال ابروتش انا قلت لكم هاي خطوات الحل مالته تحتاج اربع نقاط بالنسبه لللود لاين من لوب الانبوت فمن لوب الانبوت احنا عرفناه بس بقى الـ الترانسفير كاركترستيك هنا تختلف بالموسفيت فاحتاج اربع نقاط، النقطة الأولى النقطة الأولى مثل ما قلت لكم لازم اقول الفي جي اس تساوي فيتي فهسه اقول ان هنا اقول باي يوزنج في فيكال ابروتش ابرو جرافيكال ابروتش هاي سي اتش جرافيكال ابروتش ايش نحتاج نحتاج وي نيد وي نيد شنو ترانسفير كاركترستيك وي نيد لود لاين زين هسه اللي ترانسفير كاراستيك ايش تحتاج وي نيد هيك يقسم حتى انت يعني تصير عندك الامور واضحه، احفظها هيك يعني هاي الجرافيكال أبروتش احتاج ترانسفير كارسترستيك لود لاين، انه باجي اول وحده الترانسفير كارسترستيك حتى ارسمها احتاج اربع نقاط، فور بوينت اجي الفور بوينت شنو هي نوع الديفايس المستخدم؟ نوع الديفايس المستخدم إذن 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 اي موسفت، اذا اذا اي موسفت فايش معناتها؟ معناتها لازم آه لازم عندي آه المعادله تختلف راح تصير عندي معادله الاي دي فايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك النقطة الأولى هي أنه ال في جي اس تساوي ال تي وتساوي ال في تي شقد مطيها بالسؤال؟ ثلاثة فولت من عدها إذا هذن تساون هسا إذا تشوفون هنا هذن تساون إذا متساويات يعني هسه هنا فرضت أن ال جي اس تساوي ال تي ثلاثة ناقص ثلاثة صفر ينضربوا بهذا فمعناته اي دي يساوي صفر فمعناته الاي دي يساوي صفر إذا البوينت الاولى هي 3 بصفر، طلعت عندي البوينت الاولى، البوينت الثانية شنو هي؟ هي انه ال في جي اس اون، ال في جي اس اون ويا من؟ ويا الاي دي اون، اوكي؟ اذا البوينت الثانية هي عبارة عن ال في جي اس اون 8 فارزة، الاي دي اون هو 6 ملي امبير هاي هي النقطه الثانيه طلعت هسه نجي عليه انتبه وياي شلون راح اختار النقطه الثالثه البي ثري البي ثري انا قلت انه لازم الفي جي اس تصير اكبر من الفي تي واصغر منين من الفي جي اس اون زين هسه هاي من عندها ايش اسوي خلنا اعوض هذني او يعني اخلي اثبت ذني فالفي تي ايش ثلاثة أكبر أو أصغر من في جي إس اللي أريدها أنا القيمة اللي أريد أفرضها والفي جي إس كون أصغر منين أصغر من ثمانية فهسه يا قيمة أختارها للفي جي إس تكون أكبر من ثلاثة وأصغر من ثمانية اختار انت اي قيمة بكيفك ولتكن الفي جي اس هسه هاي اسيوم نفرض ان الفي جي اس تساوي ستة فولت قيمة بين الثمانية والثلاثة هي ستة اذا اروح إلمن اروح المعادلة المعادلة منو الاي دي يساوي كي مضروبة بالفي جي اس ناقص الفي تي الكل تربيع زين هاي المعادلة شبيها مجهول بيها مجهول الاي دي والكي هم مجهول بعد ما حاسبه الفي جي اس انا فرضتها 6 الفي تي هي 3 اذا اروح احسب الكي اول مره الكي يساوي الاي دي اون علي من مقسوم مقسوم على الفي جي اس اون ناقص الفي تي الكل تربيع في جي اس اون ناقص الاي دي فهسه ايش راح يساوي لك هذا الاي دي اون ايش قد مطيك اياها بالسؤال 6 ملي امبير تقسيم الفيجي جي اس اون مطيك اياها ثمانية مو تروح ترجع الهاي في جي اس اون هنا ثمانية ناقص الفي في تي مطيها بالسؤال ثلاثة الكل تربيع اذا ويساوي يساوي او بوينت اربعة او بوينت هنا خلينا نخليه ويساوي او بوينت اربعة في عشرة والسالب ثلاثة اي على في تربيع هذا يا هو قيمة الكي هذا هو قيمة الكي فهاي الكي وين ارجع اعوضها؟ ارجع اعوضها هنا اذا الاي دي الاي دي مالتي شو يسوي لنا؟ او بوينت اثنين اربعة في عشرة اس سالب ثلاثة في الفي جي اس ايش قد فرضتها؟ انتبهوا اخوان انتبهوا شوفوا رجعت للمعادلة هسه ستة ناقص الفي تي ثلاثة الكل تربيع ثلاثة ناقص ستة ناقص ثلاثة تربيع تسعة إذا ويساوي أو أربعة في عشرة والسالب ثلاثة في تسعة إذا الاي دي قد يساوي الاي دي يساوي لنا واحد ستة ملي أمبير هيا هو القيمة مال الاي دي بالنقطة الثالثة إذا النقطة الثالثة إيش راح يصير لك ستة اللي فرضتها و بوينت واحد ستة ملي امبير اوكي هسه ايش راح يصير عندك النقطة الرابعة هسه النقطة الرابعة، النقطة الرابعة شو تقول؟ النقطة الرابعة البي أربعة البي أربعة شو تقول البي أربعة؟ هاي آه هيك شي حتى تصير واضحة النقطة الرابعة، النقطة الرابعة شو تقول؟ النقطة الرابعة تقول لازم تختار الفي جي اس كون اكبر منين من الفي جي اس اون زين الفي جي اس اكبر منين من جي اس اون ايش قد انا مطينيها هو بالسؤال؟ مطينيها ثمانية فاذا لازم تكون اكبر منين من ثمانية اذا assume اسيوم في جي اس تساوي نفرضها مثلا تساوي لنا اكبر من الثمانية يعني مو ثمانية تختارها خمسة لا فد قيمة قريبة على الثمانية خلينا ناخذ عشرة عشرة فولت اذا هسه ارجع ال ID الاي دي يساوي كي في جي اس ناقص الفي تي كل تربيع الكي هو ثابت كونستانت كي يعني انت انت تقدر انه بالخطوة الاولى تحسب كي وتخلص من عنده

هنا بهاي الحاله ايش قد راح يطلع لك؟ راح يطلع لك 11.76 ملي امبير اذا البوينت الرابعه ايش راح تصير عندك؟ 10 ب 11.76 ملي امبير هسه هاي ايش شر... طلعت انت؟ طلعت الاربع نقاط اذا تقدر ترسم الترانسفير كارسترستيك هسه هسه نجي على اليمن نجي على ال <applause> اللود لاين هسه انا رسمت واحد ظل اللود لاين حتى تقاطعهم ينطيني الكيو بوينت فاللود لاين شو يساوي انه ترجع لمعادلتك هاي الدائرتك، دائرتك شو تقول؟ دائرتك تقول مقاومه وموسفت اللي هو الاي موسفت e و اكو فيدباك هنا مقاومه فيدباك المتسعات اوبن سيركيت هذا مؤرض ف هاي الدائره مالتك شلون تحلل الهديسة هاي هاي الدائره هسه احنا مو قلنا هنا الاي جي اذا تذكرون يساوي صفر فمعناتها هاي المقاومه ما لها كل تاثير فراح تاثيرها اذا هاي المقاومه ما موجوده واعتبرها هاي النقطه دي وهاي النقطه جي فاذا في في دي يساوي في جي VD يساوي في اثنين المربوطات بجهه واحده اذا من هذا استنتج انه انا الفي جي اس يساوي الفي دي اس ويساوي إذن اذا اذا المساويات هاي نقطة ايش قد 12 هاي موجب سالب ايش قد قيمه هاي 2 كيلو اوم اوكي فاخذ لوب هنا اللوب اللي هنا شو يقول هذا هو التيار الاي دي فاللوب اللي هنا يقول 12 اترك اشاره ناقص هنا أنا موجب سالب في <applause> دي اس 12 آه، ناقصا آه، اثنين كيلو في الاي دي ناقص في دي اس الناقص في دي اس عبرت لهاي الجهة حتى تصير المعادلة فهاي هي لوب الادخال من لوب الادخال هسه احتاج انا نقطتين فش راح اسوي هنا أنا وي نيد 2 بوينت اول وحده اقول الاي دي يساوي صفر نفس قبل بالضبط الاي دي يساوي صفر فمعناته استنتج الفي جي اس تساوي شو تساوي لك؟ تساوي لك 12 فولت النوبه النقطه الثانيه هاي بوينت 1 اذا النقطه مالتها ايش راح تصير؟ راح تصير 12 بصفر البوينت 2 شو افرض؟ افرض انه الفي جي اس تساوي صفر من عندها اذا الفي جي اس تساوي صفر وين هالفي جي اس هاي الفي جي هي فصفر الاي دي صنع الاي دي 2 كيلو اي دي تنقلها للجهه الثانيه فالمهم تصير اي دي يساوي 12 تقسيم 2 كيلو ويساوي لنا 6 ملي امبير اذا النقطه الثانيه هي صفر ب 6 ملي امبير اذا اربع نقاط اللي ترانسفير كارستريك طلعتهن نقطتين لللود لاين تروح ترسم مباشرة فبعد ما بقى عندك شيء بس ترسم فهذا هو الرسم احنا عرفنا شلون الترانسفير كاراستيك مالته فهسه اجي ارسم اقول هنا أنا هذا شنو هو؟ هذا هو الاي دي ملي امبير وهذا من هو؟ هذا هو الفي جي اس بالفولت فاذا هسه اجي اقسم التقسيمات مالتي واحدة اثنين كل مربعين كل مربعين اخذهن واحد فولت فهاي اثنين واحد اثنين هاي واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين هاي واحد اثنين اوكي فهاي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 وهاي هم خلنا كل مربعين واحد مل واحد ملي امبير اثنين ملي امبير ثلاثة ملي امبير اربعة ملي امبير خمسة ملي امبير ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة هسه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ملي امبير اذا هسه شو اسوي هسه اجي النقاط مالتي وحده وحده احنا قلنا نخليهن بمربعات حتى لا يتيهن عليه فوين هن النقاط مالتي وي نيد فور بوينت البوينت هاي البوينت الاولى هاي البوينت الثانيه البوينت الثالثه هاي فهسه اجي صفر وثلاثه هاي هنا صفر وثلاثة ملي امبير فهاي هي النقطة الأولى النقطة الثانية آه لا العفو آه الفي تي تساوي ثلاثة لا بالعكس ثلاثة بالفي تي وصفر ملي امبير فهنا النقطة هاي غلط مو النقطة الثانية ثمانية بالفي جي اس ثمانية بالفي جي اس وستة بالتيار فهاي الثمانية بالفي جي اس الستة وينها هاي هي الستة وهاي هي الثمانية هسه هاي الثمانية هنا الثمانية والستة مجرد تقاطعهن هاي هي النقطة هاي الثمانية هاي هي الستة اذا هاي النقطة الثانية النقطة الثالثة النقطة الثالثة تقول ستة و ثنين بوينت واحد ستة اذا هسه هاي الستة بالفي جي اس والثنين هاي الثنين فهاي الثنين هنا وهي أكبر من الثنين بشوية فهاي هي أكبر من الثنين بشوية هنا نعم نخليها النقطة الثالثة الثالثة النقطة الرابعة شو تقول؟ تقول عشرة هاي هي العشرة و11 إذا لازم أرجع أكبر الأي دي مال هذا الأي دي فإذا هسه شقد هاي آخر وحدة تسعة هنا عشرة واحد اثنين إذا هاي 11 هنا فإذا هي 11.7 فاذا لازم 11 اسوي هاي 12 لان نحتاج انا فوق ال 11 فهاي ال 11.7 تقريبا ال 11 ونص هاي ال 11.7 تقريبا هنا فهاي هي ال 11.7 مثلا نقول اوكي وش قيد بعد و 10 هاي هي العشرة في ها العشرة هاي هي هنا العشرة والهداعش ونص تقريبا هنا النقطة فاذا شلون الرسم راح يصير شوفوا منين راح ابدي انتبهوا علي راح ابدي هنا هاي هي الصفر اوكي والنوب يصعد الكيرف مالتي يصعد النوب فهاي الترانسفير كارسترستيك مالت من مالت الايموسفيت رسمت اجل النقطتين الثانيات وين هن النقطتين بعد عندي نقطتين مالت لاين حتى اقاطحن وتقاطحن يعطيني الكيو بوينت. فالنقطتين هو 12 بصفر 12 بالفي جي اس فهاي 11 هاي 12 اذا هاي هي اول نقطه 12 بصفر. النقطه الثانيه 0 ب6 0 في جي اس 6 ملي امبير هاي هي 0 ب6 اذا هسه اوصل بيناتن. توصلون بيناتهم بصوره دقيقه كون حتى لا تختلف عندكم القيم نقطه التقاطع تمثل الكيو بوينت اوكي فهسه نقطه التقاطع اذا تلاحظونها ايش قد تساوي نقطه التقاطع بيناتهم هسه اذا اجي اقول ان هاي هي السته هي فوق الستة بشوية فوق الستة ونص هم بشوي فوق الستة ونص بشوي يعني نقول تقريبا او تقريبا ستة ونص فاذا نقول ال في جي اس تساوي تقريبا تقريبا ستة خمسة فولت الاي دي كيو شي ساوي هسا ال في جي اس كيو الاي دي كيو هم اسقط بنفس الحالة هنا أنا. فهاي هي التلاثة هو أقل من الثلاثة أقل من الثلاثة بشوية يعني نفرض تقريبا نقول اثنين بوينت سبعة خمسة ملي أمبير إذا طلعت عندي الفي جي اس كيو والاي دي كيو ارجع المن ارجع ارجع النوبه اكمل الحل مالتي الحل مالتي ايش طالب من عندي بالسؤال طالب من عندي بالسؤال اي دي كيو في جي اس كيو تايب اوف مثبت او فيجر اذا هاي خلص السؤال بعد ما طالب اذا طالب الفي دي اس فتكمل هنا الفي دي اس اذا طالب من عندك الفي دي اس او اي شيء طالبه بعد اذا طالب هاي الفي دي اس فلازم تكمل وتطلع ال الفي دي اس هسه بعد اللي ها هنا ننهي محاضرتنا ان شاء الله بس خلينا نشوف الاي دي كيو الفي جي اس كيو هاي هي شكرا لكم